سبيسياليتي نتاعي الاولى بديتها من تونس غادي وين اختصيت في الزواحف اللي انا كنت مغرومه بيهم برشا ملي انا صغيره. كنت ديما هكا نشوف العباد كيفاش يحكيوا عليهم ولا حد معناتها قابلته في صغري يشكر في الزواحف. الحاجه اللي خلتني نسال روحي علاش شنو الحاجه اللي عاملينها الحيوانات هذوما باش العباد تكرههم لهالدرجه هذي ولا ما تحبهمش ولا تقزز منهم. ربيت برشا حيوانات زاده وانا صغيره مي مش زواحف بيان سور خاطر دارنا ما خلاونيش. الغرام هذيك بدا يكبر بشويه بشويه بديت نلوج بديت نفهم شنو هما الزواحف شنو دورهم اسكو بالحق الوزغه تعمل البرص اسكو بالحق الحمش كلهم يقتلوا ومخطرين. بديت هكا نتفرج نجي وهكا القنوات هذوك كلهم اللي تابعين الطبيعه كيفاش لي فيل بايولوجيست يخدموا. حبيت نولي نخدم في خدمه كيما اللي يعملوا فيها جماعه ناشيونال جيوغرافيك. دونك 6 شهور عديتهم بعدي ما تمسح نخدم عليهم على الغوبرودكسيون تاعهم على العظم فيرتيليتي اكسيتيرا. دونك سيتي ان ستاج اكسيبسيونيل كيف كيف جي بروفيتي معناتها جي في لو تور نتاع البارك الكل عرفت شنو ماليتاج عرفت من ستيب باي ستيب كيفاش معناتها نوصلوا باش ان اون غارد لو بيان اتر انيمال و اون لي سيكوريز ونوفروا لهم الحاجات اللي يسحقوا لهم الكل. الحيوانات عندهم ان كومبورتمون راهو عندهم ستريس معناتها كيفنا كيفهم. جي اريفي زيد اجيري دي كروكوديل معناتها de 4 mètres et demi ou une demi-tonne, etc. تصور لي مازال فما برشا توانسة اللي ما يأمنوش اللي هما معناتها مهمين الحيوانات هذيا في الطبيعة وفي الإيكو سيستيم تاعنا. احنا في تونس معناتها ما عندناش ما نسميوش عندنا برشا زواحف معناتها وعندنا معناتها كيما نقولوا لوزاغ هذوكم اللي تراوهم على الحيوان وراهم ما يعملوش البرص راهو هذوكم ما عندهم حتى علاقه بالبرص. الوزغات هذوكم راهو سي دي بيستيسيد بيولوجيك معناتها طريقه بيولوجيه باش انك تقاوم اكل الناموس وكل الحاجات لي انسيكتك اللي معناتها يقلقوا في الصيف اكسيتيرا على خاطرهم ياكلوهم. بالنسبه للحنوشه راهو فيهم 4 انواع. فما الحنوشه اللي سامه فما اللي ما عندهاش حتى قدره سم وفما وحيد اخرين سامة. مين اما الكميه نتاع السم تفرق والانواع نتاع لي كروشي نتاع الفنان تاعهم زاد يفرقوا. دونك في تونس عندنا الاربع انواع. عندنا اللي ما عندوش سم جمله اللي نلقاهم ديما الاكثريه في لي شون وكل في لي زون نتاع الفلاحه واللي هما يلعبوا دور كبير برشا معناتها ياكلوا القوارض يحدوا من عدد نتاع القوارض بخاطرهم معناتها يتغذوا عليها. بالنسبه للحنوشه اللي سامين سمهم فيه plusieurs بروتيين اللي نجمو نعملو الاكستراكسيون تاع لي بروتيين هذوكم وناخذو اللي نتحقوه منهم معناتها واللي يرجع بالفايده على الانسان ومن غادي كنعملو به برودكسيون تاع دويات اكسيتيرا. دونك كيف نراو زاحف معناتها كيف يعرضنا زاحف ماذا بينا ما ندوروش بيه معناتها ما عندناش علاش لا باش تقتلوه لا حتى شيء الا معناتها في ضروره كبيره انه باغ اكزومبل ما نعرفش انا كوبرا والا فيبير في معناتها دخلت الدار ولا فما صغيرات تحوس حفايه بحدا زون فيها الحيوانات هذيا. دونك ماذا بينا كنا نلقاو هكايا معناتها كان فما شكون يعرف يحاول يبعده يحطه في بلاصه اخرى معناتها ما يقتلوهوش خاطر معناتها راهو معناتها راهم مهمين و جو كونتخ الحقيقة قتلهم. ديما دايوغ يجيوني برشا مساجات لي صح عليك تعيش في الحاجة اللي تحبها وي صح لي نعيش في الحاجة اللي نحبها أما راهو سي با فاسيل معناتها راني تعرضت لبرشا صعوبات وما كانتش سهلة وبرشا عراقيل وبرشا عباد تحبش نساء يجي ويخدموا معاه اكسيتيرا. دونك سا أغيف واحد لازم يأمن بروحه واحد لازم يخدم يوري اللي هو قادر على كل شيء ما يخليش كلام العباد يبخلوه ولا يأيس في جرة الكلام تاع العباد. بالنسبة لأي واحد عنده حلمة لازم جوست يكبش فيها وسيختو النساء توانسة راكم قويين ورانا قادرين على كل شيء فريمون ما تأيسوش ولا voilà.